أحد المخلى، المسيح قام حقا قام. اسم بركة بيت حزدة أي بركة بيت الرحمة، يعود للأشفية التي كانت تجري فيها. لها 5 أروقة، والأروقة هي دهاليز مسقوفة تستعمل كأماكن انتظار للمرضى. والبركة طولها 100 متر وعرضها يتراوح بين 50 و70 مترا، وحولها أعمدة. قسمت المساحة ل5 صالات للانتظار. وكان اليهود يستخدمون هذه البركة للتطهير الناموسي ويتركون ملابسهم في الأروقة، إلا أن حدثت ظاهرة تحريك الماء فتحولت البركة إلى مكان استشفاء، وكان المرضى يضجعون في هذه الأروقة، وكانت هذه الظاهرة علامة على قرب مجيء المسيح الشافي الذي كان اليهود ينتظرونه. مريض بركة بيت حزدة يشير إلى من ليس له أحد وهو في حالة ضعف، والفترة التي قضاها في المرض هي فترة 38 سنة، الزمان الذي قضاه بنو إسرائيل في برية سيناء قبل أن يستطيعوا الوصول إلى أرض الميعاد. أي أن هذا الإنسان كان يشبه الشعب التائه في البرية قبل أن يدخل إلى أرض الميعاد. كان سؤال المسيح للمقعد: أتريد أن تبرأ؟ الرب لا يطلب المجد من أحد، ولم يكن من المسيح أن يلفت الأنظار إليه كزعماء هذه الأرض. نحن إذا أحببناه نبحث عنه. عجيب أن يقوم المخلع دون يسنده أحد وبدون علاج طبيعي بعد كل هذه المدة من الشلل. المسيح أعطاه حياة جديدة. قم من القيامة واحمل من قوة الحياة وامشي، ترمز إلى السلوك في هذه الحياة الجديدة. كم غلظت قلوب الكتبة والفريسيين، ينظرون ولا يرون، يسمعون ولا يصغون. هذه المعجزة حدثت يوم السبت. ليس هذه المعجزة فقط، بل المسيح غالبا ما كان يشفي يوم السبت، والله منع شعبه من العمل يوم السبت حتى يتفرغوا للعبادة ويذكروا انتمائهم إليه، فهو نفسه قد ارتاح يوم السبت. اليهود خرجوا عن المعنى الروحي وفهموا الوصية وطبقوها بمعنى حرفي فقط، فمنعوا أن يحمل إنسان حتى إبرة خياطة يوم السبت. والمسيح أتى ليصحح هذه المفاهيم، ليعيد للسبت المعنى الروح الحقيقي والخلاصي. وهو حينما يشفي إنما يشفي الإنسان كله روحا وجسدا. كلمة المسيح وحدها صارت للمخلع تقويما، وهذه الكلمة كانت شفاء. المسيح فعل هذا العجب في أيام 50 عند العبرانيين، لأنه في العيد صعد إلى أورشليم. ولما مضى إلى البركة ذات 5 أروقة التي ابتناها سليمان، لأن هناك كان يغسل ما في جوف الأغنام التي كانت تذبح في الهيكل للضحية، أو لأجل أنه من كان يلقى في الماء أولا عندما كان ينحدر الملاك مرة في السنة ويحرك الماء كان يستبين معافى. فوجد هناك إنسان له 38 سنة طريحا لأجل عدم وجود من يلقيه في الماء. فمن هذا نتحقق بكم مقدار صالح هو الثبات والصبر، لكونه قد أزمع أن يعطى بالمعمودية تطهير الخطايا بأسرها. فلهذا دبر الله في ذلك الزمان أن تعمل عجائب بواسطة الماء
لكي متى صارت تلك أي حضرة معمودية. لنفرح مع هذا الإنسان الذي انتظر هذه المدة لينال نعمة الشفاء، بل برر ذاته ليس له أحد أن يلقيه في البركة. لنفتح ذراعينا مع المسيح المنقذ الكثيرين من آلامهم، فأنه مصدر البهجة والسرور للنفوس المعذبة. المسيح الذي ظهر أمامنا كإنسان له قوة الحياة، فيه حياة في ذاته، وقد تجسد ليعطي لكل واحد فيحيا. ولكن الذي يحصل على هذه الحياة ومن يسمع للمسيح ويؤمن به ويعتمد فيتحد به ويطيع وصاياه ويتناول من جسده ودمه، مع محبة الأب بطرس ميشيل جنحو.